شوف بقول لك من الحين عارف سؤالي، اقول مبروك لسمو الشيخ ناصر الفيكتوريس. السباق كان حلو، كان منافسه من اخر لحظات زين، لان الحين تقريبا السباق انحسم. الخيل وايد بتتعب في البدايه ومن ضمنهم اتوقع يمكن احنا، فالافضليه حق عبد الحق. ما نستخدم اي اساليب فيها تلاعب. كنت واثق يعني 100% ان الحصان ما في شيء. استغربت شلون هذول الترول. اذا بنركز في البحرين ما حب يسبق. الانتظار كلمة تدور في بالي كل سباق. انتظر اشوف الاسطبلات، انتظر الاداء، انتظر من بيفوز في السباق. وهالمرة ننتظر الختام، ننتظر اخر اللحظات في هالمكان. تساؤلات نعيدها تقريبا كل سباق، خصوصا وان سباقاتنا محدودة. وتحديدا لهذا السبب دائما افكر ان اللي بيبتدي صح بيواصل وبيختم صح. الصراحة في وايد أشياء في بالي، لكن ما أبغي ننشغل فيها عن السباق، وبيجي وقتها يا أما اليوم أو في آخر الحلقات. وبدون مقدمات وترشيحات وتوقعات بنبدأ السباق وبنعرف كل القصة والأحداث. من الانطلاقة والأكشن بدأ، وسلامات للشيخ محمد بن مبارك، لكن الحين السباق بدأ. مرحلة أولى فيها حذر كالعادة، فيها سرعة من البعض والبعض الآخر لا، فيها من خذل حماس في الانطلاقة وبعدين هدأ، وفيها من واصل على رتمة وما ركد. المقدمة كانت للأهالي واسطبل F-16، أول مرة أشوفهم، لكن إذا استمروا بسأل عنهم بعدين أكيد. المرحلة الأولى غريبة في معطياتها دائما، لكنها دائما تخليني أفكر من هم المرشحين، خصوصا عقب ما شفت باكاردي من أسطبل العيد. الحصان صار له من شهرين عندي وتمرن تمرين، بس لحن يعني ما نعرف أطبوعه عادل، فهي إنه ما شاء الله عليه حصان شرود، وما كنا حاطين له البلانكر، يعني وايد تنرفز في البدايه من اللي يصبون ماي. بس السرعه كانت غير منطقيه، واظن بيدفعون ثمنها بعدين. جماعه يعني ما اعرفهم، ما بخص بحصانهم، بس بالنسبه لي انا بالغوا في السرعه. ما انا تميت لين خلاص، يعني فقدت السيطره ويدي احس انه خلاص ما فيني طاقه اني اتم زود. حاولت معاهم، كان وايد وايد نرفز، قاعد يبي يزيد بيزيد بيزيد. باخر شيء اضطريت انه اصير شوي قدام، وعقب خفينا بروحنا، بس تمينا ختميت قدامهم، خفيت السرعة، تميت أمشي على 23-24. وشكل اليوم يوم فقدان السيطرة، فميلوفر لإسطبل الفاتح بعد واضح إنه ما قدر يمسك، وتبع منهم في الأمام. وإذا بتلاحظون معاي ترى لازلت أتكلم عن خيل الأهالي فقط، ففي مقدمة الفريق الملكي مجموعة كلها للزعيم. وأزيدكم من الشعر بيت، مو هذه مجموعة الزعيم كلها، باقي بارود لكن مو في هالمجموعة، ومع عبد الحق تعودنا على هالعدد. هالسباق يعني يمكن فيكتوريا استرداد تجهيز حق ونزا بالضبط، يعني مو مركز عليه حتى، يعني ترى بس راس واحد قدام ومو بفيفرت، فالأفضلية حق عبد الحق. وإذا بني حق فيكتوريوس بنشوف المجموعة الثانية، الفريق الملكي مع بريز وسلمان عيسى. أذكر أن العام بعد كاس الشيخ ناصر وختام موسم، وبعد سمعت نفس الحكي من فيكتوريوس، وبعدين في النهاية تفاجأنا في ووترلي. صح، بس أن ذاك السباق كان يعني ماشيين كلهم جروب واحد، والسباق خدم الحصان، فهالسباق اتوقع بيكون يعني شوي غير. الفرس اللي عند سلمان اظن جديده، يعني ما سبقت يعني، بس انه انا اظن الافضليه حق عبد الحق. محمد مصر ان الافضليه لعبد الحق،
وبعد منطقيا ترى الكل من بيقرا السباق كلامه صح. وفي نفس مجموعة بريز الشيخة نيلة مع لارزك، وهي سبق ووعدتني أن مع النصر بيكون ختامها مسك. وبما أن إحنا قاعدين نتكلم عن نفس المجموعة، ترى بلاكو معهم وهو المرشح الأول على الأهالي بلا شك. اليوم أقول لك فلوكو صعب، وإذا فوز فلوكو اليوم هو معجزة. أتمنى هالشيء إن شاء الله، إن كان فلوكو ولا غيره، أهم شيء شعار لصايل يخذ يعني كذا بطولة. هو حصان بطل، بس إذا فوز اليوم يأكد بطولته. مب هو اللي صنع اسم فريق لصايل قبل فلاكو، في وايد أبطال مرت علينا والحمد لله إحنا الأبطال متجددة عندنا على طول، وفي خيل وايد يعني المتابعين الغدرة يعرفون الأسامي اللي قبل فلاكو حتى كانت أفضل منا بعضها، لكن إن شاء الله والله نتمنى إحنا. بس أتوقع اليوم في بطل جديد بيكون من؟ ونتمنى يطلع لنا منافس يخلينا نضطر إن نضغط روحنا أكثر. صح. بالعكس ما يزعلنا إحنا. لكن اللي زعل إن اللي اعتقد إنه بيكون في بطل جديد تأخر في الفحص 10 دقائق، وهذا الثمن اللي قلت لكم بدفعه بعدين. وعشر دقائق في المرحلة الأولى ما عرف إذا بتستبعدهم من المنافسة الحين. نشوف إن شاء الله عقب المرحلة الثانية الثالثة. بس الخاطر يقول صعب الوضع، والحصان أول مرة يرتوى على أرض البحرين حتى لو مأدي في مكان غير. مرحلة أولى خلفت في صدارتها الفريق الملكي اللي تصدر المرحلة الثانية مع خالد خيري وسورال اللي في تاريخه فوزين لكن في مسافة 80. بعدهم بدقيقة يمكن في موقع من مواقع المسار بريز مع فيكتوريوس والشيخة نيلة وأيضا كازان للزعيم. وأتوقع بدينا نستشعر فعلا أن الزعيم ممكن فعلا مرشح أول الحين. قبل الحين قلت لك الثالثة أنا حاضر. وليش لا؟ بننتظر لي بعد الثالثة وحزتها بتكون أسئلتي غير. وفي نهاية مجموعة الملكي الأولى وقبل أنتقل للأهالي، زلوتي للفرسان اللي جاب المركز السادس في كاس سمو الشيخ خالد وسجل متوسط سرعة 23. ما أخفي عليكم أن الجو كان راكد شوي وأغلب خيل الملكي جديدة علي، لكن مثل ما يقولون المدربين دائما المرحلة الثالثة بتوضح كل شيء. في صدارة الأهالي كان المرشح الأول فيلاكو معاه من الملكي بكرات للفرسان، لكنه مو صاحب خبرة في 120، ولذلك اعتماد الشيخة نورة أعتقد على زلوتي. وأن يكون فيلاكو من المرحلة الثانية فارق بروحه وبعيد عن خيل الأهالي الباقين غريب علينا في هالموسم على أقل تقدير، فهو دايما يفرق ويروح بعيد في المرحلة الثالثة. اليوم فيلاكو نفس وضع المعتاد كل سباق؟ والله إن شاء الله إن الله يسر الأمور بيكون إن شاء الله أفضل من قبل، يعني كالمؤشرات اللي عطانا إياها في التمرين الحصان ومن ناحية الإصابات القديمة اللي كانت فيه الحمد لله مؤشراته كلها أفضل، بس احنا نحاتي الحصان من ناحية واحدة من ناحية الحر. إذا احتر الجو زيادة هو الحصان عنده مشكلة مع الحر، يحب يركض في الجو البارد، بس يعني أكيد أنه أفضل من سباق الشيخ خالد. حصان صعب أنه يركض هالكثر سباقات وراء بعض ويأول ذي المركز الأول، فإذا اليوم هو بعد ياب الأول الصراحة يسكت الكل، يعني ما حد عنده أي نقاش، يثبت أنه هو بطل بطل بمعنى الكلمة. وعقب اللي شفناه من فيلاكو العام والسنة ما أظن أن هالسباق صعب عليه. المهم اللي عقب فيلاكو أسطورة الأصايل روزي، تعرفونها أكيد. روزي أستبعدها اليوم؟ الله لا، لكن روزي في المسار ما عارف، بس أنتوا شوفوها معاي. فرس أدت اللي عليها وكفت ووفت. كفت ووفت، وعلى الأقل هي تعتبر في المقدمة الحين. انتظرت وانتظرت أبغي أشوف خيل الأهالي الثانية، لكنهم بعيد، وعلى ما يوصلون ونشوف حد منهم بيكونون اللي في المقدمة وصلوا القرية وخلصوا المرحلة. لكن شفت عبد الكريم العيد وسمعتهم يقولون اليوم
يوم النصر أكيد. الحصان مسمينه نصر. بين بعض الحصان اسمه نصر. يمكن الشباب قالوا يوم نصر. يوم نصر. يوم نصر. أوكي. وإن شاء الله يكون يوم نصر. أي شخص يسبق فلاكو بحق وبركض حلو ونظيف يليق باسم الرياضة البحرينية والله أننا بنفرح أكثر منه. بس حالياً إحنا شفنا في المسار أهما وين وفلاكو وين. كمستوى وكورق اليوم فلاكو إن شاء الله أنه ما له منافس. نهاية هالمرحلة قريب اجتمعوا فيها فيكتوريوس والفرسان والزعيم، وبعد 12 استبعاد في المرحلة الأولى كان لازم أشوف الفحص وش اللي بيصير. توتر ملموس نشوفه قبل نتكلم فيه، والصدمة ما صدقتها أول شيء، لكن استبعاد فيلاكو كان خبر أكيد. لا أحد يتكلم عن الحصان والله، لو كفو ما أحد يتكلم عنه. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله يعني. الله يعوضهم خير إن شاء الله. الصدق إن فيلاكو حصان بطل وماخذ يعني 3 مرات الأول، لكن أنا عن نفسي قبل السباق كنت متوتر لأن إحنا محطوطين في ضغط بسبب قلة عدد الخيل عندنا. يعني لو صار غلط في حصان وصار شيء ما عندك البديل القوي بداله. لكن أنا على الله يعني، إحنا جايين ومستعدين ومجهزين. ومو بس في ضغطنا ما عندكم خيل، ضغط ذلين الناس كلهم. هو هاي ضغطهم أزيد من ضغطنا إحنا. لو إحنا نفكر بنفسنا ما عندنا مشكلة، فزنا وما فزنا كله واحد، لكن ودك هل يتابعونك وهالجماهير ذلين. وضغط الناس الثاني. إذا اليوم وهو بعد ياب الأول الصراحة يسكت الكل، يعني ما حد عنده أي نقاش، يثبت إنه هو بطل، بطل بمعنى الكلمة. فيلاكو أنا أتوقع إنه ما حد يقدر يتكلم عليه سواء فاز أو ما فاز. الحصان كفى وقفى 3 سباقات ويركض بروحه، ما في خيل تجاري. واللي يقول لك بعد ان الحصان ما سوى افرج قوي، لا سوى افرج قوي. الحصان يناطح خيل الفريق الملكي مو بخيل الاهالي بس، ومسوي افرج 25. الحصان افرج 25 على اسطبل الاهالي مو بشيء سهل. خلنا نوقف شوي عند كلمة سهل، لان استبعاد فيلاكو بدون اي نقاش اكيد بيسهل على البقية السباق، ومثل ما يقول المثل موت لك فرج لي. فيلاكو اوت. فانتوا كاسطبلات اهالي شنو شعوركم؟ شوف الوناسه هناك. ادري ترى ها زين والله ما اعرف شو اقول لك. يعني اذا وصلنا ان شاء الله للرابعه الثالثه بسوي معاش عقب بنشوف ممكن. لكن اول حصان من الفاتح طارق بيطلع بعد الاولى روزي ب 14 دقيقه، وصح روزي الحين في مقدمة الأهالي، لكن ما أعرف إذا بتصمد للأخير. بس ترى الفرق بينها وبين اللي بعدها مو قليل، فإذا بني بنشوف خيل الأهالي بنشوف حمد الجناحي مع أمازوني، بس هو بعد روزي ب7 دقايق، وعقبه ب8 دقايق صاروخ المغيرات، وهو حصانهم الوحيد من بعد استبعاد رامبو في المرحلة الأولى، وتي بعدهم كايروس. عندهم راسين زينين ترى هما، مو بس فيلاكو يعني. إيه، وعشان كذي بنشوف شو يصير من الحين للأخير. بس خلنا نشوف الفريق الملكي وين وصل الحين. تذكرون الثلاثية اللي دائما نتكلم عنها بين فيكتوريوس والخالدية والزعيم؟ اختلفت في مقدمة هالمرحلة وصارت غير. فيكتوريوس موجودين مع بريز، ومعاها أمامهم دربين، يا أما توصل، وإذا ما وصلت فباقي خيلهم ما بيلحقون لأنهم عنها بعيد. هل أنا فرسي بتسمب؟ أنت مفروض تعرف. ما بانا أعرف، الحصان خداع. أنت رحت الفلات وشفتي وسألتي، الحصان فيه باور، بس مرة واحدة بدون مؤشر بب يوقف. وهذه اللي صار مع الزعيم، موجودين في المقدمة مع كازان، لكن سيناريو مكرر مع خالد خيري وسورال اللي كان ماسك المقدمة في المراحل اللي طافت. تعب وفي هالمرحلة صار من المتأخرين. كل سباق من تركب حصاني واجه هويني أول مرتقى في البحرين الجو هنا كان خالص. وذكرتكم بالثلاثية لأنها هالمرة مو مع الخالدية،
وخذ مكانهم زلوتي مع الفرسان. يا ثاني يا ثالث إن شاء الله. دايما أحس بفضول في اللي تفكر فيه سمو الشيخة نورة، بس اللي استنتجته وما أعرف إذا صح ولا لا إنها جدا فاهمة لعبة السباق، وعشان كذي نشوف فريق الفرسان دايما في هدوء وثبات. ابتدينا الموسم مع الفرسان تذكرين كانوا منصة، وبنختم إن شاء الله مع الفرسان. بنختم مع الفرسان. ختام المرحلة أكدت لنا مستوى روزي، فهي في صدارة الأهالي ومو أي صدارة. بعد ما شفتها ظليت أنتظر، أبغي أعرف من بيكون بعدها من الأهالي. مرت دقيقة ودقيقتين وثلاث وعشر، عقبهم بينوا باقي الخيل وكانت بينهم كايروس وصاروخ وفرس الشيخ محمد بن مبارك أمازوني. وهني نقدر نقول إن روزي حسمت السباق. ما قصرت والله، يعني هي صدق شافت فلوك واستبعد، شالت الهم كله على ظهرها. وصدق صاروخ عقبها بعشر دقايق، لكن صاروخ إن شاء الله في المنصة الأول. إن شاء الله. أي نعم. ما أدري إذا أنتوا نفسي تحسون إن تقليص عشر دقايق صعب شوي على صاروخ. الخيل الحين لايك بلانتي اثنين. كلها بلانتي. مال أصايل بلانتي. بس روزي لازالت في مكانها، وكايروس فوق ما إنها متأخرة عشر دقايق وبعد بلانتي. اليوم مو بيومهم الأصايل كلش. هو من من. لأن إذا حضر المغيرات الكل يعني. عقب استبعاد فيلاكو أدركت أن كل شيء جايز، وبريز حالياً في صدارة الملكي مع سلمان رضي، والفرق بينه وبين البقية خمس دقائق. حلوة أن أنا مثلاً خلنا نقول بمشي على استراتيجية، بضغط من البداية عشان ذاك ييني يضغط أقوى. عرفت مثلاً بمشي خلنا نقول على سبيل المثال 27 كمثال، هذاك يضطر يمشي 30 31 32 عشان يمكن يوصل لي عقب 10 كيلو صح او عقب 7 كيلو. ونقصد بهالكلام عبد الحق، فهو اللي عقبه مباشره مع كازان. بقول لك من الحين عارف سؤالك، اقول مبروك لسمو الشيخ ناصر الفيكتوريس. سباق كان حلو، كانت منافسه من اخر لحظات زين، لان الحين تقريبا السباق انحسم بيني وبين البيلانتي انا اللي شوي اخرني 5 دقائق 4 دقائق زين. فانا احب اصفق له من الحين واقول لهم مبروك تستاهلوا، ونحن اليوم الزعيم الثاني وهذا كل شيء. ابدا مو اللي كنت بقوله لعبد الحق، لكن اظن اني معاه رجعت لنقطه الصفر. كنت ابي اقول وعبد الحق لازم يعني بي واحد منهم في المنصه والفرسان ثلاثه خذوه. توقع اي حصانيه؟ وما يحتاج اتوقع، بريز ظلت في الصدارة وبعيد ومن بداية السباق، وقلنا انها جديدة لكنها في هالسباق بتصنع لها تاريخ. اما عبد الحق فظل يحاول مع كازان، وكازان ما عرف اذا كان عنده بعد وعبد الحق يبغي يمشيه بهالسرعة او انه ما فيه بعد خلاص. وزلوتي كان الثالث حتى الان، والثلاثة اصلا عن بعض بعاد، واللي بعدهم بعد للفرسان، وبينهم روزي وهي الأولى حتى الآن. كان ودي أرجع أشوف باقي الأهالي، بس للأسف وايد وايد بعاد، وبريز وصلت في المركز الأول خلاص. الفرس بريز هذي مو بشبه جاهزين مثل الخيل اللي شفتونها بداية الموسم. ليه؟ جديدة. فرس جديدة مو بجاهزين 100%. عقب خط الفينش بعد ما فزت بفرح، بس الفرح العودة لين قالوا لي جراوند جوري باس. وهني بالضبط رجعت لي الذكريات، وفيكتوريوس فعلا يصنع الأبطال مثل ووترلي العام. بس أبأكد على كلام أحمد جناحي، ذكري وشي وراء رجع حق الفيديوهات، هو قال لك شيء، إذا بركز على البحرين ولا سباق أحد يأخذه عنه عن فيكتوريوس. صح أتذكر. والحمد لله، لأن العام كنا مشتتين كأس العالم البحرين دبي، بس للتأكيد يعني أن أحمد جناحي قال لك ترى إذا بركز على البحرين بنركز وبنشيل كل شيء. الحمد لله. شلنا كل شيء. وإذا في شيء قدام بعد بنشيله. أما الزعيم صح قالوا إحنا لآخر لحظة عندنا أمل إن المنصة، لو إحنا من ثلاثة الأول ما عندنا أي مشكلة. والفرسان احتلوا المنصة عقب فيكتوريوس مع زلوتي وبكارات،
والحين بس فهمت ليش عبد الحق عصب مساعة حتى قبل لا أسأله أي سؤال. وهذه كانت لحظة وصول روزي أول، ولحد الآن ما أعرف من بيوصل ثاني ولا ثالث، لأنهم يمكن متأخرين بأكثر من 10 دقائق. لكن يا فرحة ما تمت، وروزي استبعدت. هذه رياضة، واللي ما يتقبل خسارة لا يدخلها. إحنا دخلنا اليوم، ما دخلنا مثل غيرنا زبلنا ورا ولا خفنا. اللي كانوا متأخرين للأسف ما شفناهم في المسار، لكن شهدنا الوصول، والمراكز كانت للفاتح في المركز الأول مع الفيوريت، والثاني للمغيرات مع صاروخ، والثالث للأصايل مع كايروس. الأمور تخاص بخواتيمها، احنا الله وفقنا وختمناها إن شاء الله مركز طيب يرضي الجميع إن شاء الله، مع أن حصلنا منافسة قوية الاسطبلات الباقية اسطبلات، وفي خيل يعني ابتدت الاسطبلات تتطور مو بس الأصايل والفاتح. افتتحناها لا صاروخ، قدمناها بصاروخ. هناك منافسات كثيرة من المغيرات. دخلنا بثلاثة ونافسنا من البداية وسيطرنا على كل مجريات السباق. إذا مو يمكن ذي الغلط؟ ما أسمع. مو يمكن ذي الغلط؟ لا مو بغلط. يعني كانوا متأخرين هم اللي وصلوا. لا لا مو بغلط. لو إحنا ماشيين. مثل المغيرات. لا لا مو بغلط. لو إحنا ماشيين بسرعة فوق طاقة خيلنا سرعات عالية. هاي بقول لك يعني لو إحنا ماشيين فوق 27-28 بقول لك هاي غلط بالنسبة حق هالجو. إحنا مشينا سرعة عادية، سرعة 25 هاي شيء عادي، 24-25 سرعة عادية والتناسب مع الخيل ومع كل الظروف، لكن هاي النصيب. بس روزي يعني أنا شفتها لي آخر شيء كانت نعم. أوكي نعم. خيرة سبحان الله. فيمكن لو احتفظت فيها أكثر، يعني هو أوريدي ما كان في أحد وياها. ما قدرنا نحتفظ أكثر، كم بنمشي أكثر؟ نمشي 22. اللي ما بيقدر على 22 ما بيقدر على 18 نفس الشيء. كلها مكتوبة ذي الأرزاق عند الله. لكن إحنا شو أقول لك يعني الحمد لله بفضل الله، يمكن ما أعرف كم سنة إحنا ما نسباق نفس سباقات الأهالي. وهاي اليوم يعني يوم الإخوان، إحنا اليوم مو بيومنا. ولا إحنا طموحنا، إحنا جينا المركز الأول والثاني في كأس الشيخ خالد، وقلت لك إحنا طموحنا أبعد وأكبر من المركز الأول. وإحنا دخلنا في أسوأ ظروفنا. في أسوأ الظروف دخلنا بثلاثة وشكلنا خطر، سببنا رعب حق كل الاسطبلات، ووصلنا أول واستبعدنا على آخر الوقت بدون مساعدة صديق وبدون أي شيء. أنا ما أعرف إيش يقصد الخاطري من مساعدة صديق، بس بنشوف اللي فازوا لعلنا نجد المفيد. تحكيم ظلامنا البونيت الحمد لله على مركز الثاني، بس ظلامنا مرتين لان اللي طلع الاول مين الكل يبي بس ما الفاتح بعد. نفس المشكله ياتنا في المرحله الاولى، عندنا الخيل اللي هي يعني مراهنين عليها، نفس الشيء بعد اشتكينا وقلنا ان الخيل ضعف، فيعني هذا اللي صاير يعني. بس اعتقد ان هالمره اللجنه كانت شوي ما ترحم شديده على الكل. لا في نحر لا صايل ما قط انطلقوا قبل وقتهم، لان الاصايل حصانهم يطلع بس مشوا تروح عادل، قالوا انه يطلع حتى ذاك يطلع عادي مشوا تعب على مشي الاصايل احسن. لا احنا يعني تعديناهم قبل الفينش، قبل خط النهايه، قبل المنتهى، فاحنا الذي خذينا قصبه السبع. لا 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 44 بس 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 فرس الاصايل كانت الاول واستبعدت بس واحده. اي نعم. فهي ضلعت قبل شو اسمه وعندها مشكله، بس فرس قويه طبعا هي. لا فخور برابعي هذين كلهم، واتشرف وافتخر ان انا اشتغل ويا هذين الشباب كلهم. ورقم اثنين فخور ان احنا الحمد لله يعني في أسوأ ظروفنا ما نزلنا على المنصة، ويعني اللي أي واحد فكر إنه ينافسنا اضطر إنه يتحالف ويا عدة تفرقة. عليكم اللقاء. مرحبا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تستاهل الطيب. الفوز واحد. والله فوزنا واحد. تستاهلون والله تستاهلون. تستاهل يا أبو هلال. تستاهل الطيب. بالعكس والله إحنا فرحانين إن رجعت اسطبلات شوي تجرب منه. وبغض النظر عن كل اللي صار
وجود آخرين غير الأصايل على منصة التتويج يبشر بموسم قادم ذو مستوى أعلى أكيد. وفيكتوريوس اليوم أنهى كل نقاش وجدل عقيم دخلنا فيه، وبدون تحليل كلن أكيد صار يعرف مكانه وين، والنتائج خير دليل. موسم طويل، مكان في كل زاوية فيه أحداث وكلام تجاوزنا بعضها وبعضها بيظل في الذاكرة حتى حين. وسواء كنت موجودة في مواسم قادمة ولا كنت بعيد، بتبقى المواقف والذكريات أغلى شيء نحتفظ فيه. مولينج عبدالله تقلب؟ لا مو رولينج تقلب، رولينج يعني بدي ثلاثة. ليش كل ساعة تسألين الناس وايد أشياء؟ لا مو وايد أشياء. أي وايد أشياء؟ سؤال. أدي يلا يخليك ليش طلع ليش؟ عن واقع، لأن أنت دائما الأصايل في الأهالي، بس في الأهالي في الأهالي، تحسسين الناس إن الأهالي مستواهم ولا شيء. وأنت اللي قلت لا تحطين هذاك، ما يصير أنت تقول وتنسى اللي تقوله رائد. شوف المقابلة. إيه شفتها أنت، أنت تسمع روحك شو تقول لي في اللقاء. وأنت تعرفين. ايش فيك علي انا اليوم؟ لان انت تعرفين كل شيء، بس تبين تسترجين ان احنا اللي نقول ذي الكلام. انا الاصايل يمكن امكانياتهم وميزانياتهم اقل امكانيات من كل اسطبلات الاهالي الثانيه. لا لا لا، اسطبل النصر متواجد من بدايته قبل لا برنامجكم يصير. مو انتوا كل من هني انزين، شنو هو تعليقكم لين اقول لكم شيء؟ لا انت ما كنتي موجوده، لا انت ما كنتي تعرفين عن امجادنا الماضيه والسابقه. انا علي من اللي انا اشوفه الحين، ما علي من امجادكم الماضيه. الامجاد الماضيه تخلص وتولي وتتم في وقتها، الحين احنا نتكلم في الحين، عرفت؟ فما يصير الواحد يتم يعني يعظم نفسه بالامجاد القديمه. الفاتح ما ركزت عليهم عدل، انا ما حطيت بالي، عرفتي؟ بس مو كواليتي تحس؟ لا تبين صراحة. اي اقول لك صدق، انا صريح. للي يقول عنا الفوتة ما عندهم خيل كواليتي، فضل الله. ما قال مسكين ما عندهم خيل كواليتي. ما في خيل كواليتي، او الفاتح ما يشوف انه في عندهم خيل كواليتي. فضل لله بطولة كاس سمو الشيخ خالد المركز الثالث، بطولة كاس سمو الشيخ ناصر المركز الاول بفضل لله. فلا حد يقعد يتكلم غير خيل. لا تحاولين تصرحين الامور. اي بس عاد انا ايش دخلني؟ اي مو انتوا اللي بتسوون عقب تطفي راس من؟ تطفي راسي انا. تقولين عقل اسئله قبل اذا ممكن. ما انا ما عندي اسئله ارتجل. بعد خلاص عاد وقف عاد. ولا جوجع بسوي لك كت. ليش؟ بسوي لك كت. شنو اذا سالتك شنو بتسوي لك؟ اي شيء بسالين، لا ما بقول لك عشان اسالين اياه. لا قول لي افهم مني؟ والله ما ضايق. انت حرجين. ما طقين بس. لا والله ما حرج. حرجين. ما طقين بس. هو مقابلات صارت في البحرين. عسى ما شر. عادي حادث بسيط يا حصان، انت غشم الرياي شوي. بس انت فاعل احنا في ذي قبل الرياي. صدقيني انا من لقيت كل اوت. باق والله الصراحة وايد الحين يقولون لي هاللون. والله إني كوشحة. لا لا مو كاش. كلام أكيد، الغدا عليكم أو العشاء. عليكم أنتم بتفوزون؟ إي بس علينا العشاء. أنتم عليكم غدا. إذا في شيء غلط قصي. لا عقب تقولون إحنا نقصص كلام. إنزين يلا. أي شخص يحتاج إنه ياخذ حصان واحد، أي فريق يعني من الأفرقة يضطر إنه يستعير حصان من أي ستابل ثاني عشان ينافسنا. الموسم الجاي لازم يستعير فريق كامل عشان ينافس لصايل. لصايل ما يوقف. اما اللي يختار سباقات ويدش في سباقات ويختار السباق اللي فيه الخيل الضعيفه ويدخل اقوى خيله، هذه انا ما اشوفها افضليه لانه ينتهز الفرص. هدى خلينا نستانس شوي. شكرا. ثالث الثالث الحمد لله. عاد نبي نشوف ضحكتك، احنا لازم تشيل هاي. حصان راكد 100 كيلو. وقلت يخلص عليه المي. إيه صح. حطيها في اللي. ما عرفت بتركب يوم السبت باسم فيكتوريوس ولا باسم الخالدية؟ والله عاد هذه الحين ما تناقشنا فيها. للحين ما أقدر. للحين ما تناقشنا. تصورت يعني. سرجين حصان جميل وتكنترين خطيرة. أنا
شكرك الله يسلمك على تعاونك، ونشوف ما شاء الله ثقافتك في الفروسية قاعد تتطور يوم أكثر من يوم. شكرا. ونستمتع في مقابلات. زعلنا وضحكنا وتراضينا ورجعنا زعلنا واختلفنا وأنجزنا، بس المهم في النهاية الحب، وإلا ما يكون في وقت البداية جديدة، فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.